السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد المشروع مهم جدا في ميدان تطوير يعني شبكة سكك الحديدية بالجزائر، وهذا المشروع اللي يقع في الجهة الشرقية للوطن بين وادي كبريت وجبل العنق، واللي يمتد على مسافة 176 كيلومتر، وحيث تكون السرعة فيه 160 كيلومتر في الساعة، وهو في الحقيقة مندرج ضمن الخطوط المنجمية نتاع الجهة الشرقية اللي تدخل في إطار الاستغلال مناجم الحديد وكذلك مناجم الفوسفات، اللي كما نعرفه فيه مشروع مندمج ان بلان انتيغري لاستخراج الفوسفات وتحويله، ويشمل عدة ولايات من شرق الوطن سوق عراس وتبسة وعنابة وكذلك سكيكدا، في عدة صناعات تحويلية ومشروع أهم جدا واستراتيجي. وهذا الخط السكك الحديدية اللي قلنا يمتد ما بين واد كبريت وجبل العنق على امتداد 176 كيلومتر، فيه 12 محطة فيرين، ومنها يعني المحطات هذه فيها محطات لنقل المسافرين وكذلك محطات لنقل البضائع، وأخرى مختلطة ما بين نقل المسافرين والبضائع. ومن بين هذه المحطات فيه محطة واد كبريت لنقل المسافرين والبضائع، محطة العوينات لنقل المسافرين والبضائع، فيه كذلك محطة سيدي يحيى لنقل المسافرين والبضائع، ومحطة مرصد إذا لنقل المسافرين والبضائع، محطة أبو الحاف الدير لنقل المسافرين والبضائع، محطة تبسة لنقل المسافرين، وكذلك محطة الماء الأبيض لنقل المسافرين والبضائع، محطة بير حليم لنقل المسافرين، محطة بير سبكية لنقل المسافرين، كذلك محطة أغدير الصافية لنقل المسافرين، ومحطة بير العاتر لنقل المسافرين والبضائع، وأخيرا محطة جبل العنق لنقل البضائع. لأن إذا في 12 محطة هذا الخط كما قلنا، وهذا الخط يكتسي أهمية استراتيجية لعدة أسباب. أولا لأنه يدخل في إطار السياسة العامة نتاع التطوير ويعني المناطق الحدودية، خاصة مع الشقيقة تونس. إذن هذا هو الإطار العام. ثم فيه كذلك بعد اقتصادي هام، وهو استغلال المناجم تاع الفوسفات والحديد في الونزة، وكذلك الفوسفات في واد الكبريت. إذن وبالنسبة إلى هذا، فيه يعني المشاريع سوف يعني تفك يعني العزلة أولا، وثالثا لأنه بغض النظر عن الشبكة نتاع السكك الحديدية، فيه تطوير لشبكة الطرقات يعني في المنطقة، وربط مدينة بسة بلاكس ما يسمى بلاروكا ديو بلاطو، يعني طريق يعني السيار للهضاب العليا، وكذلك شبكة السكك الحديدية للهضاب العليا. إذن كل هذه إن شاء الله مشاريع هذه تأخذ يعني تأخذ وتيرة تاع يعني تاع اشغال، يعني لازم تكون وتيرة سريعة، ولأن الوقت مهم جدا في مثل هذه المشاريع، باش ما نطيحش في التأخيرات والمشاكل، وكذلك يعني كل ما المشروع يتأخر كل ما التكاليف تزيد يعني تاع المشروع. إذن لابد أن نأخذ يعني اعتبار كل الجوانب في هذه المشاريع. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.